فترة الضيف، ضيفنا اللي جاي لنا بعد الفطار عشان يحلي معانا في ليالي رمضان، ضيفنا المتميز جدا، الشاعر اللي غير في الغنى الشعبي وعمل نقلة فيه جامدة جدا، الشاعر اللي عمل نقلة في كمان الغنى الغير شعبي، الشاعر اللي قال أنا بكره إسرائيل، إسلام خليل. كل سنة وانتم طيبين، رمضان كريم عليكم وعلى شعب مصر والأمة العربية كلها. والنهاردة أنا معاكم في برنامج ليالي رمضان. والله فكرة البرنامج جميلة جدا، وأنا شايف إنها مختلفة، والنهاردة الأفكار يعني بقت صعبة جدا وقليلة، وفي حاجات كتير بتبقى شبه بعض، فالبرنامج مميز جدا حتى مختلف عن فكرة البرنامج نفسنا اللي كسر الدنيا، وإن شاء الله ده كمان هيكسر الدنيا. أنا داخل الحلقة أهو، وكل سنة وانتم طيبين، ويا رب تكون حلقة جميلة وكون ضيف خفيف عليكم. أنا شايف انتصار عمالة بتبص لي أهو، عن إذنكم بقى ألحق الحلقة. السلام عليكم. عليكم السلام. السلام عليكم. أهلا ناس. أهلا بيك. أهلا بيك. كان نفسي أشوفكم من زمان والله. نورتنا. أنت حبيبنا نورتنا وشرفتنا وكترتنا وكل حاجة حلوة. ربنا يخليك يا بدري. إيه حكايتك بقى مع شعبولة؟ يعني عم شعبان يعني بالنسبة لي يعتبر بعيدا عن الفن، يعني يعتبر أب بالنسبة لي يعني. يعني أنا معاه من زمان جدا، ومتربي تقريبا في وسط ولاده يعني. يعني أنا رايح له كشاعر، بس علاقتي بيه اتقلبت لعلاقة إنسانية، وبيت معاه من ساعتها بقت العلاقة بكتب له، وفي نفس الوقت أنا زي ولاده يعني بالظبط يعني. طب والبداية بقى كانت ازاي؟ زي اي حد بيكتب خواطر وحاجات من دي وهو صغير، طبعا بالقراية والثقافة وحاجات كتير اتحولت لاني بكتب كويس، والصدفة طبعا او الحظ بيبقى ساعات ليه دور كبير يعني. في ناس كتير موهوبة في مصر ومش واخدة فرصتها يعني. فبالنسبة لي انا كانت الفرصة، وبدأت معاه مع شعبان يعني. يعني اول حاجة كتبتها لشعبان؟ اول حاجة في عالم الاحتراف يعني. إنما قبل كده كان قصور ثقافة، مسرح البالون، السامر اللي اتهد بتاع زمان ده، عملت فيه أغاني مسرح وكده. طب إيه أول حاجة عملتها لشعبان؟ ما حاجة غريبة، هو قال لي إيه، قابلني في الفرح اللي أنا بقول عليه ده، وقال لي في ودني كده إيه، أنت سمعت أغنية كداب يا خيشة؟ قلت له قال لي أنا عايز أقول له بقى صادق يا خيشة. قلت له طب ليه يعني كده؟ قال لي كده أنا عايز أقول كده أصالحه يعني. فأنا ما كنتش بكتب النوعية دي من الكلام أصلا يعني. انزل بقى اكتب سادي اخيشه. ايه ده، ايه الخضه دي؟ بالنسبه لي يعني. فالمهم انا كتبت كلام وعجبه جدا، وغناه ونسي يكتب اسم على الشريط لان طبعا ما افتكرنيش بعديها. عملت بقى معاه بخافش وانت عارف، وهبطل السجاير لحد ما جت القنبله الكبيره قوي، انا بكره اسرائيل. ويعني وصلتنا بقى للعالميه انا وهو يعني. اللي هو اترجمت بقى. كتبت لمين تاني بقى غير عم شعبان؟ لان بعدها ربنا كرمك وبقيت تكتب لمطربين كتير. يعني انا طبعا ليا الشرف اشتغلت مع الاستاذ محمد سعد، عملت له اغلب اغاني الافلام بتاعته. استاذ احمد ادم عملت له برضو اغلب اغاني الافلام بتاعته ومسرح. الكبير قوي اللي ربنا يخليه لنا الاستاذ سمير غانم. يعني العشر سنين الاخر كلهم انا بكتب له اغاني المسرح، وعمل له فطوطة اللي بتتذاع السنة دي، عمل له التتر بتاعه برضو. يعني تقريبا كل الموجودين على الساحة من الممثلين والمطربين. اللهم لا حسد يعني، الله أكبر الله أكبر. كتبت له. إيه حكايتك مع التدريس؟ لسه بتمارس الشغل؟ طبعا يعني دي ده ما بيفوتش يوم ما يروحش المدرسة، ما بيغيبش ولا هو ولا مراته. شفتي مراتك مدرسه برضه؟ العيله كلها الحمد لله. مراتك مدرسه ايه؟ ده يبقى قاعد لغايه الساعه 5 يعني. في الاستوديو بيسجل، يلحق يصحى يلحق طابور الصباح هو وهي. عايزين ايه بقى؟ نايمين على ايه؟ على المعاش وعلى الدرجه وعلى التامين الصحي. ما بتديش دروس؟ لا ازاي يعني، ما كنت بدي والله دروس. مفيش وقت دلوقتي، الشغل ياخدك يعني. انا دلوقتي ماسك توجيه عشان يعني ما بقاش ملتزم قوي يعني. لا وترقيت برضو. ما هو توجيه مو توجيه. بس عشان تعرف ان هو بقاله مده مدرس. يعني التدريس فادني كتير في الـ في الـ في الشعر. طبعا يعني ما الواحد حد بيبقى مثقف وقارئ وكده بتبقى حاجه كويسه، وخصوصا ان الواحد بيتعامل مع الناس العاديه
في البلد يعني والشارع وبتاع، فبرضو كل الحاجات دي بتولد افكار للشعر يعني، خلاف اللي بيبقى منغلق على نفسه. طب يلا بقى نلعب، يلا عشان احنا اتكلمنا كتير الحلقه. بنلعب نلعب بدون كلام. نلعب بدون كلام. اخبي ورقتك عشان ما انت بدري ما تشوفش. ماشي. طب اخبي مين فيهم؟ في واحده مش متخبيه. دي انت هتقول لنا اول فيلم. طب ماشي. فيلم ولا مسرحيه ولا مسلسل؟ فيلم. ثلاث كلمات. انا حرامي. ماشي. حرامي. انا حرامي. الحرامي اخر واحده. مخبر. انا مواطن. مواطن وحرامي. وحرامي. ايوه بس دي مواطن ومخبر وحرامي، دي خمس كلمات. لا يا لو ايه لو كلمه بتتحسب كلمه او انت تقول في النص في ده حرف جر يعني. طب ما اي لا 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 مش مدرس عربي ملوش علاقه بحرف الواو خالص. وخده انا عايز بقى اقول لك ان مدرس عربي شاطر جدا ومراته. ومراتك مدرسه ايه؟ ابتدائي. ابتدائي برضه كلنا اصل عربي. مدرسه عربي يعني شاطره جدا يعني. يعني خدي بقى يلا بينا. فيلم كلمتين. اول واحده سمكه. القرش. سمكه. بلطي. بلطيه العيب. بلطيه العيب. يا بيت يا هدي يا جامده. طب انت اشمعنى بتوجهيلها هي بس واحنا لا ليه؟ ما احنا كنا ممكن نقول برضه. معلش انت اول حاجه قلتها بجد يعني خلاص عرفت بقى. انت في اللعب. في اللعب شيء. انت في اللعب شيء قوي. ما احنا جاوبت السؤال سهل. بص بص يا جماعه. كلمتين. فيلم. كتابه. فيلم. رسائل. رسائل البحر. رسائل البحر. البوستاجي. خطاب. السيد الرئيس. جواب. جواب. جواب اعتقال. يا انا اللي قلتها لك. طب انا بقى مش هقول افلام عشان انت غشيتيها. هقول فيلم تاني. انا اللي بدون كلام مش انت ممكن تتكلم بقى. جاوب بس انا ده. اربعة. اربعة. سيبوا اسلام يجاوب خلاص عشان هو نفسه يجاوب. شكلك مش عارف سعد. التاني. في. في. التالت. في اوراق. تزوير في اوراق رسم. ايوه صح. يعني يوم ما اتغيرت الاوراق. سهل جدا. انت بقى قول. اصبري. طيب قول الفيلم التاني اللي عندك. خبيب سعسن بدريه بتنقر. لا والله العظيم. والله ابدا. لا 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 انا بشوف عشان القط. طب ماشي. عملتي العمليه. بشوف بعيد قريب. لا كلمتين. هما ستات. ستات قادرة. يوم للستات. يا نصحى. على فكرة ان الستات اول واحدة. مش انت بس اللي مدرس لغة عربية. معانا مدرسة برضو هنا. ثلاث كلمات. و اوانيه. اخر واحدة ولا اول واحدة؟ الرأس. راقصة وسياسي. راقصة. راقصة قطاع. العصا. بنضرب بارود. لا العصاية. والنبوت. التوت. والنبوت. انا قلت التوت. انا مشاركة في التوت. يلا. تلاتة. تلاتة. ال. باب. باب. الباب. الباب في الباب. لا ده فيلم. المفتوح ده بتاع فاتن الحمامة. لا تلاتة. الباب المفتوح ده كده. الباب اللي في النص. الباب طرد. امشي. خرج. الخروج. الباب اتقفل. الباب هي دي اول كلمه. الباب. اوكي. الباب تاني كلمه. ما عشان كده وقال الباب المفتوح وقال بس. هو مش باب مفتوح. الباب يخرج جمل. الباب يخرج امل. لا يخرج امل. لا الباب يخرج امل. الباب يخرج امل. يفوت امل. يفوت امل. الفيلم الجديد ده صح. انا ما كنتش اعرف الفيلم. ولا انا. يلا. انا برضه هقول. أربعة. اللي في النص. تاني حاجة. طلع. من. من. من.
الأولانية عريس من ظهر الراجل، عريس من جهة أمنية صح؟ لا بدرها متعلقة يا جماعة. أنت غش، أنت عملتي كده يبقى حد بيقول لك والله أبدا. دفع لمين؟ عملت كده، أنا قلت من ظهر الراجل. أنت قلت؟ لا يعني ما عملت كده. طب يا جماعة نطلع فاصل نرجع نكمل ألعابنا، استنونا بعد الفاصل. اللي منورنا اسلام خليل، ونكمل باقي اللعب. يلا يا اسلام هتورينا الصوره واحنا هنقول لك عروستي. ادي واحده. اوكي قول لها عروستي. عروستي سقنطوطه وجميله. بنوته؟ لا لا للاسف مش بنوته. عروستي اداء طرق من طرق المواصلات، طريقه من طرق المواصلات، طريقه من طرق المواصلات، المواصلات وسيلة من وسائل المواصلات. عروستي عاملة لنا مشاكل. التوك توك. صح. يلا يا بدرية العب. خلاص خلاص ده التانية؟ لا لا التانية بعديها لسه. عروستي قولي لي. انا عروستي. عروستي عايزة تغز في عينك. بدرية؟ لا بدرية اللي عايز يغزل فاي بس ما تشوفهاش، ان ايه عايزين نعيش عليكي شويه. لا والله عروستي يعني فيها خيط. المكنه. الابره. ايوه ما سهلهاش قوي كده. طب يا بتسهلي؟ ما قالتش. قالت المكنه. بتغزل في عينك يبقى الابره. طب ليه مش رصاصه؟ مثلا قصوا اللي جواكي زهر. قالت المكنه. قصوا شوفي لو كنت عايزه احط ابره بس يعني ممكن نطلعها. لا رصاصه نخلص. لكن الرصاصه دي هتجيب اكلك. ابره نفعلك عينك وكده. لا رصاصه نخلص. يعني انا كنت عايزه افقعها لك بس هي عايزه تموتك. لا هي اتفقعت من زمان. انت كميه يا بدريه بحبك. يلا طيب انا بقى على الدور. اوكي يلا. بسم الله الرحمن الرحيم. يا رب ما تشمت فيها الاعادي. يا رب احنا في رمضان. الله شوفوا لي الطلعه دي. بصي هو حلو قوي لما بينزل على نفوخ زي نفوخك كده يعمل ضربه تغدي. يا رب تتحش رقبتك. عايز نفوخ زي نفوخك كده و شكوش. برافو ده بجد. هي عارفه هي محتاجه ايه. لا لا اسئله سهله. اسئله سهله. طب يلا الادب عاليه. كنت هتقولي عروسي كنت هقول لها ايه؟ لازم يبقى فيه مسمار. الله. ان شاء الله يا رب يحطوكي مكانها وتتقلي كده. تتقلي كده زي البولتي. سمكه؟ تبقي زي السمكه كده وما تتقليش تتحرقي. عروستي هبقى حلوه. هبقى حلوه وتعمى ميه انتي. تحت هولع خمس بوابير ست بوابير. هبقى حلوه. هي دلوقتي عروستك بيطوروا فيها مره بالشوكولاته ومره بالمانجا، لكن انا بعشق كنافه زمان. كنت انا عايز السؤال ده تساله. كنت هقول لك هي مش قطايف. هي مش قطايف. ده انت سهله قوي. يلا بقى انت. انت طيب قوي على فكره. بص يا سيدي الرجالة ما يعرفوش ينزلوا من غيرها. عروستي بنستعملها على طول ما نقدرش نستغنى عنها. بدرية. عروستي علاقتها جامدة جدا بعم شعبان. شعبان عبد الرحيم. البدلة. لا برافو عليك. البدلة ملونة صح. دي حاجة. حاجة تانية بس. ولا الحذاء. حاجة تانية بيفتخر بيها جدا. الساعة. لا دايما يجيب سيرتها في البرامج وكده. طيب اوكي بتشتغل بالكهرباء. والواحد ينزل بيها يبقى ينزل بيها وفي سلك معلق فيها. لا مش لازم ينزل بيها. قول عروستي. عروستي كان زمان بيشغلوها بالنار. المكو. ده انت تعملتيها قوي انتصار. طب ازاي الواحد ما ينزلش من غيرها؟ لا ما ينزلش من غير ما يعني يستعملها. ما خلاص دلوقتي ناس كتير بتنزل من غيرها. وبتودي مكو. يقول لك لا يقول لك ده موضه. يبقى موضه. طيب اوكي. الهي الهي يا رب. بس هتعرفها لو قلتها. لا 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 لا, لا سيبيني انا بقولها دي الحته دي اللي انت هتقوليها. قول قول انت. عروستي يعني الواحد انت عارفه لما بيتدبس في حاجه اه
ما يعرفش يخرج منها. ما يعرفش يخرج منها. المصيبة ولا القطر؟ يعني إيه فيما معقول يا عروس؟ حاجة زي التدبيسة كده. قلت لها كده. لبستي لبستي يعني التدبيسة. ما تعرفش تبقى الفاصي. الكرسي؟ الكرسي هقوم من عليه عادي. الكرسي عروستي. في ناس ما تقدرش تستغنى عنها ابدا. ولازم لا تحشي. لا مش لازم تحشيها عشان تشغليها قبل ما تستعمليها. عروستي انا بقى، انا عروس عروس لازم على الاقل حاجه يكون ورقتين. لا حرام الدباس حرام. ليك يا جدع انت جاي خالص. لا لا يعني انا بقى انا بدريه غالي عليا. لا انا بقى انا بقى على المزاج. خلاص مش هقول انا بقى براحتي. لا قول 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 بس ما تسهلهاش. يعني حاجه فيها ليها مزاج خاص يعني عشان نستخدمها. عروستي بنولع فيها. عروستي كانت عنصر مهم جدا في افلام زمان. الكاميرا. هنولع في الكاميرا. ايه الذكاء المفرط ده؟ هي الكاميرا برضه بس مش الكاميرا. هي حموكي فيها الكنكه. يا بدري اهو اهو. طب ما فيش واحد فيكم ذكي يقول اللي بنعمل فيها احلى مزاج عالي. انا قلت الاول واحد. انت قلت المزاج العالي. قلت لك احلى مزاج الصبح. وانا قلت يا قهوه يا مزاج. مش عايزين نسهلها. انت عايزه تجاوبي بقى. ايوه يعني وبعدين ما انا وانا مدرس هتجاوبي وانا قاعد كده عادي وتغشي. عايز اسالك سؤال دلوقتي. انت ليه ما كتبتش مهرجانات رغم انك شعبي وقريب جدا من الفكره؟ انا بصي بكره المهرجانات دي جدا. يعني انا مش معتبرها حاجه في عالم الغنى. انت مش معتبرها شعبي اصلا. معتبرها عشوائيات الغنى وشاكك فيها انها تكون حاجه مقصود بيها حاجه لبوظان المجتمع اكتر ما هو في تسيب. طبعا انا مش بتكلم على مزيكه المهرجانات دي. عادي مزيكه مقسوم والشباب بيحبوا يرقصوا عليها وحاجه جميله. انت قصدك على الكلمات اللي بتتقال؟ انا قصدي على الكلام بتاعها والوسيله كمان اللي بتحصل لما الاغاني دي تتغنى. يعني انت عمرنا في حياتنا ما حد قام رقص في فرح وهو عريان. دي ما حصلتش خالص في التاريخ الافراح. ما في حد بيرقص دلوقتي وهو عريان في الافراح. ولا حد مثلا يروح جايب ازازه ويروح خابط بيها نفسه. ايه ده؟ ليه الناس بتعمل كده؟ يعني ملهاش علاقه. اما اجي اكتب لها غنوه دي اعمل ايه؟ اضرب نفسك يلا. ازازه عري نفسك يلا. بين صدرك بسرعة. الا بنطلونك اوي. اوعى البت تشوفك. ودمك على راسك. مفاجأتنا فين بقى؟ مفاجأة ليالي رمضان. مفاجأة ليالي رمضان انا اعمل لكم عامل غنوة للبرنامج عشان انا كنت زعلان منكم فبعتب عليكم يعني في الغنى. طب هتسمعها. انت حبيبي مش هسيبك تكرهني وابص لك كنت صحيح حبيبك. طب يلا يلا. عشان هدي وبدرية. عشان هدي وبدرية. عشان هدي وبدرية هغني وباختصار وحي الناس زهية ومس على انتصار. احيي الناس زهية ومس على انتصار. امس على انتصار. كلامي وزنه بدقة من تحت لحد فوق. هدي الجمال والرقة بدرية كلها ذوق. هدي الجمال والرقة بدرية كلها ذوق. بدرية كلها ذوق. ليلتكو حلوة رقيقة ومنورين حواليا. ويا انتصار يا جريئة بالراحة شوية عليا. يا انتصار يا جريئة ما تنفسنيش عليا. ما تنفسنيش عليا. رمضان كريم عليكو وبحيي ده وده. وشكرا يا انتصار انت وبدرية وهدي. شكرا يا انتصار انت وبدرية وهدي. انت وبدرية وهدي ناسيني من شهور. اديني جيتلكوا خلاص
بحي طارق نور وقناة القاهرة والناس. تحية لطارق نور وقناة القاهرة والناس، قناة القاهرة والناس. شكرا. وبنشكر ضيفنا اللي اسعدنا بوجوده وغنى لنا الاغنيه الحلوه دي. ايه اللي توك توك؟ انت كنت لسه عايز تقعد ولا ايه؟ مش عارف انا بقى بتختم ليه كده؟ انا ما قلتش حمش ولا حاجه. وبنقول له يا اسلام شرفتنا وانستنا ونورتنا، ورمضان كريم عليك وعلى عيلتك الجميله. ورمضان كريم، واستنونا في حلقه جديده من ليالي رمضان.